مشاهدين ومتابعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا دائما في إطار تتبعنا للحالات الإنسانية والاجتماعية. اليوم بالجانب ديالي الأخت فاطمة، من ورانا محكمة الاستئناف، محكمة اللي اليوم جات هي تآزر الزوج ديالها لأنه عنده قضية في الجنايات. غادي نعرفوا هذه القصة من بعد. المهم في الأول خصنا نتعرفوا على الأخت فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عرفينا عليك أكثر. فاطمة زيدة في 88، عندي 3 الوليدات. دابا راجلي تشد وعدو سجرات عليا الزنقة. دابا اختي فاطمة، قبل ما نوصلوا راجلك تشد وعدوستك جرات عليك الزنقة، راجلك عرفنا انه مولف كيتشد، دابا عنده عودة سريعة، كان يلا خرج من الحبس وعاود تشد ياك. اه يلا خرج نهار 13 وعاود تشد. شحال ما كاملاش؟ شحال سيمانة؟ اه ما كاملاش. صافي يعني اش المحقورة، لا انا لا ولادي، خرج من المدرسة بكري ساكن ما قراوش، نسيتو متحطمة، ديما دوسي كتهددني قبل ما يتشد كاع كتهددني، كتقولي والله ما غتبقي معاه، ما خليت ما درت وما بغيتيش تمشي بحالاتك. يعني هذه الجده ديال الاولاد، هو كان كيقولها لها كيهز البنيه كيقولها شوفي امي انت كتبقى في هذيك، كتقولي الكبده كويها كويها لوح عليا الدراري ما دي بغات. ما عرفتش السيده هي عندها مشكل معاك ولا عندها مشكل مع الوليدات، ولا ما باغاش لا الوليدات لا انتيا؟ ما باغات حتى واحد، بغات ظهرها هي مسكه على الله شويه. شنو كدير عندها ظهرها؟ خدامه في حمام. انت هي شنو كديري في الخدمه ديالك؟ مريحه حيت ولدها كيقولها ما تخدمش مرتي. يعني راجلك ما كيخليكش تخدمي؟ لا. وانت كنتي جالسه في الدار ديال عدوستك مع راجلك دائما؟ اه دائما. شحال من عام وانت مزوجه؟ 19 عام وانا معاه مكرفصاد، ولادي مكرفصين، واخا هو كان حنين في ولادو الصراحه، كان حنين في ولادو، كان ما كانش بحال هكا، ولا كيدخل الدار كيقول لي وجهك غراب، كيبان لي وجهك غراب، كيخرج مسكين طاج مشى لشي بليه ما عمره ما مشى ليها، صدمنا حنا كاملين. يعني ولا كيتشد بسبب البليات؟ آه. استهلاك المخدرات. اه شده من ورا شده شده من ورا شده. آه. وانت شنو كديري على برا؟ كتقهري؟ كنتقهر بزاف، اللي جابت لي غير المعيشه مره تعذبني عليها، وجده مسكينه معوناني مسكينه، عمرني ننسى خيرها. الوالدين ديالك فين هما فهادشي؟ امي مجوجه وبا مجوج. البارح عاد مشات الام جده، مشات عند الام ديالي قالت لها غنريح انا وياك عند زين الدين، مع كريتش واحد الكوزينه صغيره وحنا ثلاثه، ما كاينش فين ينعس حدايا ولدي. زين شي كوزينه باش غادي تخلصها وانت امي اللي كراتها ليا دابا هذا الشهر، ولكن ما عارفاش من هنا القدام اشنو غندير. علاش انا كنهجد الجمعيات يوقفوا معايا يحسبوني بنتهم وولادي ولادهم ويوقفوا معايا؟ نشوفوا الجمعيات وناشدوا ونطلبوا الناس المحسنين او الجمعيات اللي مختصه تعاونك، يعني تعاون العيالات اللي في وضعيه صعبه. انت اليوم قلتي لي انا عييت وبغيت نطلب طلاق. اه بغيت طلاقي. واش عييتي من راجلك ولا من عدوستك؟ بجوج، هو ولد امك بجوج عييت منهم. انا ما سخيتش بمقاوع اسره مجموعه، ما يبقاش ليا كيف ما وقع لولادي. ولكن كتشوفي بان راجلك اب كيستاهل يكون اب لهاد ثلاثه الوليدات؟ راه الكبير فيهم 16 عام، راه سير المراهقه، راه غيقدر يبدي يشوف باه كيفاش كيدير ويكون حتى هو ويبقى تابع. اه اللي باغا تطلق انا باغا تطلق. حنا ماشي كنشجعوا الناس على الطلاق، وانما انا اللي مضروره، انا اللي مضروره اختي، انا ما بغيتش نزيد نعذب ولادي اكثر. يعني ولادي يقدر يكون يقدر الانسان يغلط ويتشد واحد المره، ممكن حنا كنتفاهموا الانسان كيخطا، تقدر شي ظروف ما، ولكن ملي كيكون التكرار ويتكرر. قلتي لي دابا ما كاملاش 10 ايام ويعاود يتشد، اذا القضيه فاين؟ لا صافي تسيد انا بغيت الطلاق، علاش بغي الجمعيات يوقفوا معايا؟ وبغيتهم يخدموني، الا كان شي خدمه يخدموني معاها وما تنرسي على الوقف على رجلي. انت اليوم باغا تخدمي على وليداتك؟ وليداتك كيقراو؟ خرجوا لي من القرايه كاملين. اه علاش ما تحاوليش ترجعيهم؟ واخا غير التربيه غير نظاميه. وحدي ما كرهتش، ما لقيتش لي عاوني، تم الوالدين ما حنانش فيا، ما عقلتش عليا. نشرحوا للناس المشاهدين بان فاطمه اليوم هي اصلا كانت ضحيه. اولا الزواج ديال والديك ما نجحش، كانوا تطلقوا وكل واحد فيهم تزوج، انت بقيتي عند جده ديالك. نبغي نوضح للمشاهدين ايضا انك انت اصلا كنتي ضحيه في هذا الزواج، لانه هي ماشي اختارت الزوج ديالها، وان تم الاغتصاب ديالها. ملي اغتصبها فكان سوار ها خصو يمشي للحبس او يتزوج بها، فهي رضات بالواقع وقالت لهم ما نتزوج. آه يعني شفت خوالي ضاغطين عليا وخالاتي والام ديالي بغينا يتفكوا مني. شحال كان عندك من عام؟ كانت عندي 13 عام.
دابا نفسيا انتيا كيفاش دايره؟ بزاف مريضه، مرضت بزاف، وليت كنقول ما عرفتش شنو، نلوح راسي ما عرفتش كنحس براسي مرضت، ولادي مرضوا لي نفسانيا ما عرفتش. انت النفسيه بعدا ديالك كي دايره اللي غادي تقدري تربي هاد الوليدات؟ مرضت اختي، ربي اللي عالم بيه. واش كتعيشوا؟ واش كتاكلوا؟ كيفاش كتشربوا؟ انا غدا اليوم برا يبغوا ناخذ الخبز صافي ياكلوا، ما عنديش. خرجتي بزاف المنابر الإعلامية؟ خرجتي مع بعض اليوتيوبرز؟ خرجتي مع شي يوتيوبر؟ خرجت مع تعاونوا معك الناس، تفاعلوا اللي بغاو يتعاون معايا. الله تعاون مع واحد السيد ما نساش خيره، الله يجازيه بكل خير والله يطول ليه في عمره. واحد السيده حتى هي، واحد السيده دات لي النمره، واحد السيده حتى هي تعاونت معايا. جات واحد السيده عيطت لي قالت لي راه نعاونك بواحد البركه عافاك، صيفط لي راه جيت الكاش بليس وقيتهم خرجوا قرار جديد، سكريني لي النوامر، سكرينيت لي النوامر. يلا كنهضر مع واحد السيده مسكينه صيفطت لي واحد البركه، تقطع الخط مشى الريزو. مشيت عند من تليفونات قلت ليه عافاك شوف ليا، قال لي سير على الانوي قلب لاكارت، قال لي ما بها والو. مشيت الانوي قالوا لي هاد لاكارت داري يلا داروا فيها البولمون، خداتها ليا. ولو دابا المحسنين كيعيطوا لها هي عندي يعني. دابا انتيا انتي اصلا مضروره، الناس كانوا كيقدروا يعاونوا فيك، ما فهمتش هاد الناس كيفاش كيديروا. شي وحده يعطيها قلبها جات كتهضر معاك على اساس انها غتعاونك، هاكات لك لاكارت بوس ديال التليفون ديالك باش هي اللي تستفد من المعاونات ديال الناس اخرين. يعني انتي ما خديتي والو؟ لا ما خديت حتى شي حاجه. مازال في الفيديو الاول كان واحد السيد عاوني الله يجازيه بكل خير. واحد ولكن احنا اليوم غادي نطلبوا الناس، انا عارفه المغاربه القلوب الرحيمه اللي كيتعاونوا مع يعني كيعطيو من القليل قبل من الكثير. ما بغيت متاكده انا بغيت لي يوقف معايا نخدم. فهمتك. انا ما يعطيونيش. انت اليوم ما كتطلبيش الفلوس ولا المعاونه ولا الصدقه، انت باغا تخدمي توقفي على رجليك، حيت كيقول لك تعيا الايد اللي تعطي ما تعيا اللي تاخذ. ولكن انا متاكده ان كاينين الناس اللي غيتعاطفوا معك ولو بالدعاء غادي يعاونوك، وكاين اللي غيتعاون معك ماديا، كاين اللي غادي يتفاعل معك، ولكن هذا الشيء ما دايمش. خاصك شي حاجه توقفي عليها، تخدمي شي خدمه اللي تكون مرسمه اللي يخدموني عندهم باش انت وبنتي الصغيره تكون قابل ولادي حداهم، ما نخليش ولادي يمشي نخدم. باش انت تحسي بان عندك كرامه، عندك انك انت منتجه في هذا ما تبقايش محتاجه لا عدوستك لا حتى شي واحد. لا بغيت انا نكون مع ولادي، ما بغيت نحتاج لحتى شي واحد. وهذا عدوستك اللي خرجتك عارفه انك ما عندكش فين غادي تمشي؟ عارفاني قلت لي ماشي سوقي. شنو تبغي تقولي لها؟ ولا الله ياخذ فيك الحق، ولا سمح لك الله انا مسامحه لك، عذبتيني في حياتك. شي مشاكل بيناتكم ولا هي كتقول لك ولدها خاصه ليه شي وحده لاباس عليها اللي هي تصرف عليه ماشي هو يصرف عليها؟ كتقولي لا شوف فلانه كتجي من الخدمه كتقولي فلانه واحد السيده خدامه معايا مجوجه بواحد خايب وكتصرف عليه وكدير ليه، ويلي مع من طحتي هادي لا اب بحال هكا كيقول لي ما عندك لا ام لا اب، كاينش العائله يسولوا فيك. احتقروني بزاف، تظلمت. دابا بغيت الجمعيه اللي انا يتكفلوا بيا نخدم نتعلم شي صنعه، وليداتي يكونوا حدايا، بنتي تدخل رود. هادشي والله هادشي كلشي مدروك، وهادشي ماشي صعيب، ساهل الا بغيتي توصلي لي غادي تقدري توصلي لي. وانا متاكده اختي فاطمه ما تقوليش عيت، بالعكس دابا باش خصك توقفي، حيت الا قلتي عيت انت يلاه غادي تبداي. انت قلتي اليوم انا باغا نطلب الطلاق لان الزوج ديالك صافي، رغم ذلك جيتي اليوم تازريه وجيتي تسامحي لي في كل شيء. باغا مسامحه لي في كل شيء، جميع الحقوق ديالك. ولكن غتسامحي في الحقوق ديالك؟ ما غاديش تسامحي في الحقوق ديال الوليدات ديالك. انا ما غنتابعو حتى شي حاجه، يعطيني طلاقي صافي، بغيت طلاقي صافي باش نبدا صفحه جديده مع وليداتي صافي. وشي شي سكنه، حيت دابا كاري واحد الكوزينه صغيره، حنا هي اربعه الناس كديروا باش نعسوا فيها؟ بحال دابا ولدي مشى عند الوالده ديالي فيقاتهم مع 6 الصباح اليوم، قالت لي انا خدامه، هي الام ديالي واقفه مع وليداتها كاملين، وانا ما عمر وقفت معايا. هو شوفي ما نقدروش نلومو الوالدين لان حتى هو من الحق ديالها، ولكن اختي فاطمه انا اللي كننصحك وانا اللي كننصح جميع العيالات دائما نخدموا على راسنا. كيف كنا قاريات ولا ما قاريينش، وحتى الا ما كنتش قاريه كاين محو الاميه
قاري الحمد لله. اذا ونوقف نعاون هذوك الوليدات حيت هذوك الوليدات بغيت اللي يمد ليا غير خطوه لقدام. فهمت كنت دابا محتاجه غير واحد الكود بوس غير واحد الحمد لله درها هاي تبارك الله غير اللي دفعني غير شويه وانا نكمل مع وليداتي ولادي ماشي ديال التضييع. شنو بغيت توجهي رساله ديالك اليوم الناس المسؤولين ديال الجمعيات اللي كيهتموا بالنساء في وضعيه صعبه او بالاطفال؟ انا كنتمنى من الله يا ربي تسهل ويشوفوا فيا الجمعيات ويشوفوا من حالي ومن حال وليداتي. بغيت خدمه لنعيش انا وليداتي. كنتمنى من الله يشوف مكرات واخا غير بيت واخا غير بيتي يكون شويه متسع فين تسكن فيه انا وليداتي. مكرات عمرني ما ننسى خيره. انا الخدم راه بدراعي الحمد لله. شحال ولا معذبه في دار عدوزي بحال الخدامه والو. فاطمه انت تعرضتي للناس، تعرضتي للتعذيب، تعرضتي للاغتصاب، تعرضتي للجوع، تعرضتي للقهره، ولكن هادشي كيقول لك الضربه الا ما قتلاتك كتقويك. هادشي كيبقى لك درس، غادي يبقى لك انك تعلمتي منه بزاف د الحوايج. وغادي تقولي اليوم غادي نوض تبارك الله باقا صغيره، زياده 88 شحال 33 سنه 34 سنه باقا صغيره، باقا الحياه كلها قدامك. وغادي ديري دوك الوليدات قدام عينيك، خصوصا ديك البنيه اللي عندها 3 سنين مازال يلا غادي تبدا. من 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 ما نظلموهمش حتى هما. داكشي اللي حنا تظلمنا او ربما كان عندك ماضي خايب ولا شي حاجه او ما عشتش مزيان. ولادي لا واخا نموت بغيت توعديني ما يمكنش لي انا نسمح في ولادي. ما يمكنش واخا نطلب نمد يدي وما نسمحش فيهم. ما نقدرش نسمح في والدي، ما نقدرش نسمح في ولادي. شكرا لك فاطمه، كنظن بان الرساله ديالك اكثر من واضحه. شكرا لكم بزاف اللي خطيكم، وشكرا لكم والله ينصركم يا ربي الله يحفظكم. هذا واجب، وكنتمنوا لك كل التوفيق. كنوعدك حنايا ما غاديش نبقاو واقفين هنا، ان شاء الله كل جديد غادي يصرى حنايا غادي نتبعوا معك القضيه ديالك. وان شاء الله انا متاكده لانني دائما شوفي انا متفائله وماشي انت الاولى، بزاف الناس كيتعاونوا المغاربه كيتعاونوا مع بعضياتهم. كان ان شاء الله انا كنتمنى بان الناس اللي كيشوفونا اليوم يتعاونوا معك، اللي يقدر يعاونك بالدعاء، اللي يقدر يعاونك ولو بشي حاجه بسيطه باش انك غير توقفي على رجليك كيف ما قلتي. هذاك اليد المساعده الاولى غير ديك الدفعه الاولى، وان شاء الله انت غادي تكملي وانا متاكده انك غادي تكوني قويه. شكرا اختي فاطمه لانك تقاسمتي معنا المعاناه ديالك، وان شاء الله كنتمنوا لك كل خير ان شاء الله وربي يدير لك تاويل ديال الخير. شكرا لكم مشاهدينا، شكرا على التتبع ديالكم. وصلتم على النهايه ديال الفيديو، كانت معكم مريم فسحي، خلف الكاميرا يوسف بن سلمان. لنا الصوره ولكم التعليق. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.